السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله النهاردة سنة ثالثة هنكمل مع بعض نص كن جميلا. أول بيت معايا هو: عبء على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبئا ثقيلا. أول كلمة في اللغويات عبء هو عبء، عبء معناها حمل، وجمع عبء أعباء. طب هو عبء على الحياة ثقيل، كلمة ثقيل مضادها طبعا خفيف، وجمع ثقيل ثقال وثقلاء، جمع ثقيل ثقال وثقلاء. من يظن، يظن طبعا معناها يعتقد، ومضادها يتأكد ويتيقن. من يظن الحياة عبئا ثقيلا. طيب لما نيجي نشرح الأبيات مع بعض يا شباب: إن المتشائم الذي يرى الحياة حملا ثقيلا وكلها متاعب وعيوب هو نفسه حمل ثقيل على الحياة. المتشائم الذي يرى أن الحياة حملا ثقيلا وكلها متاعب وعيوب هو نفسه حمل ثقيل على الحياة. يعني الشاعر كده بيخاطب الإنسان المتشائم ويقول له: يا من تظن بأن الحياة هي عبء ثقيل عليك، بل أنت العبء الثقيل على الحياة بسبب نظرة التشاؤم التي تسيطر عليك. ده بالنسبة للشرح. بعد كده الجماليات: هو عبء على الحياة ثقيل من يظن الحياة عبئا ثقيلا. البيت كله تشبيه للشخص طبعا المتشائم بالحمل الثقيل على الحياة. يبقى هنا الشاعر بيصور أو بيشبه الشخص المتشائم بالحمل الثقيل على الحياة. كلمة يظن هنا توحي بسوء التفكير والاعتقاد الخاطئ. يبقى هنا الشاعر يقول بأن هذا الشخص أو بيشبه هذا الشخص المتشائم بأنه حمل ثقيل على الحياة. وكلمة يظن توحي بسوء التفكير والاعتقاد الخاطئ. عندك كلمة عبء، هو عبء طبعا، عبء هنا نكرة. طب تفيد تفيد التحقير، لأن الشاعر يحقر هذا الإنسان الذي يتشائم ويظن أن الحياة هي عبء ثقيل عليه. ده بالنسبة لأول بيت معنا. بعد كده شباب البيت اللي بعد كده: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. لغويات طبعا نفسه معناها ذاته، جمع نفس خدناه قبل كده كتير، جمعها نفوس وأنفس. بغير جمال، جمال معناها حسن ومضادها قبح وسوء. لا يرى في الحياة شيئا جميلا، جميلة طبعا يعني حسنا، وجمع جميل جملاء ومضادها قبيحا. ده بالنسبة للغويات اللي معانا. طب لما نيجي نشرح يا شباب، يقول الشاعر بأن السعادة تنبع من النفس. السعادة تنبع من النفس، فإذا فقد الإنسان الإحساس بالجمال رأى كل شيء قبيحا. يبقى دلوقتي مصدر السعادة الحقيقية تنبع من نفس الإنسان، فإذا فقد الإنسان الشعور بالجمال أو الإحساس بالجمال رأى حوله كل شيء قبيح. ده بالنسبة للشرح. نيجي نبص بعد كده للجماليات: والذي نفسه بغير جمال. ده تعبير يدل على بلادة الحس وعدم القدرة على تذوق الجمال، لأن الإنسان المتشائم ده أصلا بداخله لا يوجد جمال، لا يشعر بالجمال. لذلك احنا بنقول ده تعبير يدل على بلادة الحس، إنه متبلد وليس لديه قدرة على تذوق الجمال. طب عندي بعد كده في غير جمال وجميلة. غير جمال وجميلة بتفكرنا بإيه؟ ما بك داء وعليلة. يبقى هنا ده تضاد، بس ده تضاد بالسلب. تضاد بالإيه؟ بالسلب يا شباب. نصلح الباء ده نخليها بالسلب. يوضح المعنى ويقويه. لا يرى في الحياة شيئا جميلا، نتيجة لما قبلها تعكس أثر التشاؤم. يبقى لا يرى في الحياة شيئا جميلا، نتيجة لما قبلها، وهنا دي بتوضح أثر التشاؤم. كلمة شيئا هنا جاءت نكرة تفيد العموم والشمول. البيت اللي بعد كده: فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. اللغويات: تمتع أي استمتع، ومضادها أزهد. الصبح طبعا المعنى، في معنى هنا وفي مراد. الصبح معناه مطلع النهار،
طب المراد هنا الجمال أو كل ما هو جميل في الحياة. طب جمع كلمة الصبح الأصباح ومضادها المساء. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، دمت أي بقيت، ومضادها زلت وفنيت. مضاد دمت زلت وفنيت. تخف معناها تخشى وتقلق، مضادها تأمن أو ممكن أقول تطمئن. لا تخف أن يزول حتى يزول. طب كلمة يزول معناها ينتهي أو يذهب، مضادها يبقى ويدوم ويستمر. ده بالنسبة للغويات اللي معانا هنا في البيت ده. بعد كده يا شباب نيجي للشرح بقى. ينصح الشاعر الإنسان بالتفاؤل والتمتع بالجمال والصبح، أي بكل ما هو جميل، وألا يشغل باله أن يزول الصبح والجمال حتى لا تضيع سعادة الإنسان ويحزن عليه قبل زواله. ده بالنسبة لشرح البيت ده. يبقى هنا النصيحة التي يقدمها الشاعر الإنسان المتشائم، ينصحه بأن يتفاءل ويتمتع بكل ما هو جميل في الحياة، ولا ينشغل بزوال الأشياء قبل قبل زوالها. الجماليات اللي معنا، تمتع بالصبح ما دمت فيه. تمتع ده فعل أمر، يبقى هنا الأسلوب ده أسلوب أمر الغرض منه النصح والإرشاد. يبقى تمتع بالصبح ده أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد. وطبعا ده تعبير فيه دعوة للتفاؤل والتمتع بكل ما هو جميل. تمتع بالصبح ما دمت فيه، غير ان هو اسلوب امر، ده تعبير جميل فيه دعوة للتفاؤل والتمتع بكل ما هو جميل. وعندي هنا ما دمت تدل على الاستمرار، وطبعا ده من اخوات كان. لا تخف اسلوب نهي، عندي لا هنا طبعا دي لان هي بقى اسلوب نهي غرض النصح والارشاد. دمت ويزول، طبعا دمت يعني بقيت، يزول يعني انتهى او تنتهي او يذهب، يبقى بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده ويقوي. اخر بيت معانا يا شباب. اي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. الشطر الاول من البيت ده اللي هو اي هذا الشاكي وما بك داء، ده اول كان اول مطلع معانا في الابيات في البدايه خالص. طيب ليه يا مستر هنا مثلا بيقول لي أي هذا الشاكي وما بك داء؟ بيكرر ليه عندي بيقول لي أي هذا الشاكي، مع أنه قالها في أول بيت خالص في الأبيات أو في النص. ده دليل أن الشاعر هنا يريد أو حريص على ويؤكد على إيصال النصيحة إلى الإنسان المتشائم. يبقى هنا لما يجي يقول لك تكرار أي هذا الشاكي، ده دليل على إيه؟ يبقى هتقول لي على حرص الشاعر أو التأكيد على إيصال النصيحة إلى الإنسان المتشائم. الشاكي طبعا قلنا قبل كده معناها المتألم أو الذي يظهر شكواه، والمراد طبعا اللي هو المتشائم. جمعها الشكاة والشاكون ومضادها الراضي والقانع والشاكر. داء قلنا قبل كده معناها مرض، وجمع داء أدواء، لكن جمع دواء أدوية. يبقى داء معناها مرض وجمعها أدواء، مضادها صحة وشفاء. كن جميلا، المراد هنا كن متفائلا، كن متفائلا محبا للحياة. الوجود الكون والحياة، ومضاد الوجود طبعا العدم والفناء. نيجي للشرح. يدعو الشاعر الإنسان بأن يجعل الجمال في نفسه حتى يرى الكون جميلا فيسعد به. يبقى هنا الشاعر بيدعو الإنسان أن يجعل الجمال في نفسه حتى يرى الكون جميلا فيسعد به. الجماليات أي هذا الشاكي وما بك داء، هنا التكرار، قلت لك تكرار هنا أي هذا الشاكي، للتأكيد على أن الشاعر حريص على أن يوصل النصيحة للإنسان المتشائم، لأنه لا يوجد سبب للشكوى. كن جميلا، وطبعا أي هذا الشاكي ده أسلوب نداء، الغرض منه يا شباب التنبيه. وطبعا كنا بنقول في أول بيت لما خدنا أي هذا الشاكي وما بك داء، وما بك داء، أن الشاعر يستنكر الشاعر على الإنسان شكواه بلا سبب، اللي هو الإنسان المتشائم أنه يشتكي بلا سبب أو بلا مرض. كن جميلا أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد. ترى الكون جميلا علاقتها بما قبلها نتيجة. كن جميلا إيه النتيجة؟ ترى الكون جميلا. يبقى هنا دي نتيجة لما قبلها. وبكده يا شباب يبقى احنا خلصنا نص كن جميلا
أشوفكم بعد كده بإذن الله في شرح ما تبقى من النصوص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.